طيب نتعرض الآن للمنسل كاي and loops of the cerebral hemisphere. ده كان منظر للسوبيرو لاترال سيرفيس. تعالوا نشوفوا المنسل كاي الموجودة. أول واحد فيهم كان اسمه السنترال سالكس. حكاية هذا السالكس بيبتدئ هذا السالكس من عنده نقطة. هذه النقطة تقع behind the midpoint on the superomedial border بحوالي نص سنتي أو سنتي. هذا السالكس اللي اسمه central sulcus بينسحب downwards and forwards over the superolateral surface ويمشي obliquely حتى يتقابل مع another big sulcus اسمه lateral sulcus. السنترال سالكس ده اللي كان continuous ماشي without interruption كان من المميزات الهامة له انه كان بيعمل كروس للسوبيرو ميديال بوردر ويمشي لمسافة حوالي 1 انش تقريبا على السيرفيس اللي جوه الميديال اللي هو الميديال سيرفيس. يعني نقول ان السالكس ده اساسا موجود على السوبيرو لاترال سيرفيس لكن جزء منه بيطل على الميديال سيرفيس من الداخل. ده السالكس الاول. السالكس الثاني اللي اسمه لاترال سالكس يبتدئ هذا السالكس من داخل من جوه من على الانفيريور سيرفيس ويظهر على السوبيرو لاترال سيرفيس از استيم ويمشي باكوردز على السوبيرو لاترال سيرفيس وينقسم الى ثلاث اجزاء. الجزء الاول اسمه anterior horizontal limb، الجزء الثاني اسمه anterior ascending limb، اما الجزء الثالث اللي اسمه posterior ramus. ادي السالكس الثاني الكبير اللي اسمه lateral sulcus. اما السالكس الثالث اللي كان اسمه البرايتو اوكسيبتال سالكس. السالكس ده بيبتدي من على الميديال سيرفيس من الداخل لكن بيقطع السوبيرو ميديال بورتر ويعدي فوروردز اند داونوردز اوفر ذا سوبيرو لاترال سيرفيس ويقف عند النقطه ديت اللي عندها السهم. وهنكمله بخط تخيلي هيقابل الانفيرو لاترال بوردر عند نقطه تقع على بعد 5 سنتي قدام الاوكسيبتال بول. لو انا جيت رسمت خط بيصل من البوستيريور اند اوف ذا بوستيريور ريمس اوف لاترال سالكس ويمشي فيرتيكال وينصف البرايتو اوكسيبتال سالكس وامتداده التخيلي هنجد ان الثلاثه بيج سالكاي السنترال واللاترال والبرايتو اوكسيبتال والخط التخيلي اللي جاي قبل نصه هيقسمهم كل السيريبرال هيمسفير لاربع لوبس. اللوب الاول اسمه فرونتال لوب يقع ان فرونت اوف ذا سنترال سالكس. اللوب الثاني اسمه برايتال لوب يقع بتوين ذا سنترال سالكس من قدام وبين السوبيرو ميديال بوردر من فوق وبين البرايتو اوكسيبتال من ورا ومن تحت ده من تحت اهو البوستيريور ريمس اوف لاترال سالكس والخط التخيلي اللي انا رسمته من البوستيريور اند بتاعته وراح قابل نص البرايتو اوكسيبتال سالكس. فاللوب ده يسموه برايتال لوب. يقع بين الخط التخيلي ده من فوق والبوستيريور ريمس كامتداده برضه من فوق وامتداد البرايتو اوكسيبتال من ورا والانفيرو لاترال بوردر من تحت هيقع لوب اخر اسمه تمبورال لوب. اما كان خلف البرايتو اوكسيبتال سالكس وامتداده فيقع اللوب الرابع اللي كان اسمه اوكسيبتال لوب. اذا الثلاثه بيج سالكاي وامتداداتهم الخطوط التخيليه قسمهم كل السيريبرال هيمسفير الى اربع لوبس فرونتال لوب برايتال لوب تمبورال لوب واوكسيبتال لوب. طيب
اذا كان عندي اربعه لوب سوا، انا هاخدهم لوب لوب ونشوف السلكاي والجيراي اللي موجودة على كل منهم. نبتدي أولا بالفرونتال لوب، نشوف السلكاي and جيراي on the lateral surface of the cerebral hemisphere. الفرونتال لوب اللي هو اللوب اللي كان يقع في أمام السنترال سلكس وتحت السوبيرو ميديال بوردر وأعلى اللاترال سلكس، هذا اللوب كان اسمه فرانتال لوب. تعالوا نشوفوا السلكاي والجيراي بتاعته كان فيها ايه. السلكس الاول كان اسمه بري سنترال سلكس. البري سنترال سلكس اول سلكس هنقابله على الفرانتال لوب، ده كان فيرتيكال، تقريبا فيرتيكال سلكس، مكون اساسا من تو بارتس، فهو يوجوالي انتربتد، يقع ان فرونت اند باراليل تو ذا سنترال سلكس باي 1 انش او فينجر بريتس، اسمه بري سنترال سلكس. يخرج من نص كل بارت منه 1 ترانسفيرس سلكس، واحد فوق اسمه سوبيريور فرانتال سلكس وواحد تحت اسمه انفيريور فرانتال سلكس. هذان التو سلكاي سوبيريور فرانتال والانفيريور فرانتال اللي كانوا خارجين من قطع البري سنترال سلكس هيقسمهم السيربرال كورتكس اوف ذا فرانتال لوب الى ثلاثة جيراي. الثلاثة الجيراي دول بالإضافة إلى الجيرس الرابع اللي كان يقع خلف البري سنترال سلكس وأمام السنترال سلكس اللي كان اسمه بري سنترال جيرس، هنجد الثلاثة الجيراي كانوا سوبيريور فرانتال جيرس يقع أعلى السوبيريور فرانتال سلكس، ميدل فرانتال جيرس يقع بين السوبيريور والميدل فرانتال سلكاي، ثم الانفيريور فرانتال جيرس ويقع تحت الانفيريور فرانتال سلكس. هذه هي السلكاي اند جيراي الموجودة على الفرانتال لوب اوف ذا سيريبرال هيميسفير. طب ماذا عن السلكاي والجيراي اللي موجودة على التمبرال لوب؟ افكركم بس، التمبرال لوب البرايتال لوب عفوا البرايتال لوب اوف ذا سيريبرال هيميسفير هو اللوب اللي يقع behind the central sulcus تحت السوبيرو ميديال بوردر فوق اللاترال سلكس وخطه الاميجنري اللي بيروح يقابل البرايتو اوكسيبتال سلكس. هذا اللوب اللي كان اسمه برايتال لوب. تعالوا نشوف السلكاي والجيراي بتاعته. نبتدي بالسلكاي، كان اول سلكس اسمه بوست سنترال سلكس. إذا قارناه بالبري سنترال سلكس هنجد إن البوست سنترال سلكس كان يوجوالي كومبليت، كان يوجوالي كونتينيوس، يقع بيهايند ذا سنترال سلكس باي 1 فينجر بريتس يعني حوالي 1 انش تقريبا، ويخرج من منتصفه سلكس آخر يمشي ترانسفيرسلي، يمشي هوريزونتالي تقريبا، اسمه انترا برايتال سلكس. يبقى انا عندي بوست سنترال وانترا برايتال سلكس. يقع بتوين ذا سنترال اند بوست سنترال سلكاي يقع جيرس كبير اسمه بوست سنترال جيرس، ويقع اعلى الانترا برايتال سلكس لوبيول كبير بيسموه سوبيريور برايتال لوبيول. بالمناسبه بنقول ان ترتيب الارياز اوف ذا سيريبروم كان كالتالي، الاستراكشرال يونت هي النيرف سيل، مجموعه النيرف سيلز اللي بتتجمع مع بعضها بتكون ما يعرف باسم النيوكلياس او سنتر. النيوكلياي او السنترز لما يتجمعوا مع بعض بيعملوا اريا، والارياز لما تتجمع مع بعض
تعمل جيرس، والجيرس جنب جيرس تاني يعمل لوبيول، واللوبيول جنب لوبيول يعمل لوب، واللوب مع لوب يعمل هيمسفير. ده كان الترتيب التصاعدي لأجزاء السيريبرال هيمسفير. فهنجد فوق الانترابريتال سالكس هنجد لوبيول، يعني شيء أكبر من الجيرس يسموه سوبيريور بريتال لوبيول، وتحت منه لوبيول آخر يسموه انفيريور بريتال لوبيول. إلا أن البريتال لوب في عدد اتنين جيراي تانيين، أول واحد يقع على قمة أو على البوستيريور إند أوف ذا بوستيريور ريمس أوف ذا لاترال سالكس ويسموه سوبرا مارجنال، لأنها بتلمس المارجن بتاعة البوستيريور ريمس أوف ذا لاترال سالكس. كان أحب أذكركم، كان في أو لسه أحب أقول لكم إن كان في سالكس في التمبورال لوب اسمه سوبيريور تمبورال سالكس. هذا السالكس كان ماشي موازي لللاترال سالكس، كان يقع على الاند بتاعته في التمبورال لوب لوب جيرس اخر بيسموه انجولار جيرس. اذا الانجولار جيرس هو جيرس في البريتال لوب يقع على قمه او على نهايه السوبيريور تمبورال سالكس اللي هو احد السالكاي الموجود على التمبورال لوب. اذا هي ديت مجموعه السالكاي والجيراي الموجودة على البريتال لوب. كان في عندنا نلخصها بسرعة، بوست سنترال وانترا بريتال. البوست سنترال قدام منه بين السنترال كان في البوست سنترال جيرس، الانترا بريتال فوق منه سوبيريور بريتال لوبيول وتحت منه انفيريور بريتال لوبيول، ثم يلبس اند يعني راكب على الاند لكل من البوستيريور ريمس اوف لاترال سالكس والسوبيريور تمبرال جيرس اتنين جيراي صغيرين، واحد اسمه سوبرا مارجنال فوق اللاترال سالكس والتاني اسمه انجولار فوق السوبيريور تمبرال سالكس. هذه هي السالكاي والجيراي الأساسية الموجودة على البريتال لوب. طب ماذا عن السالكاي والجيراي الموجودة على اللوب بعد كده اللي كان اسمه تمبرال لوب؟ التمبرال لوب هو اللوب الذي يقع اسفل اللاترال سالكس، والاميجينري لاين اللي طالع منه لامس البارايتو اوكسيبتال ونهايه الانفيرو لاترال بوردر. هذا اللوب كان بيسموه تمبرال لوب. كان في عدد 3 سالكاي و3 جيراي. اول سالكس اسمه سوبيريور تمبرال اللي ذكرناه من شويه اللي كان فوق في نهايته في التمبرال في البارايتال لوب الانجولار جيرس. التمبرال سالكس هذا السالكس يقع موازي للسوبيريور اللاترال سالكس موازي له وبلقت بحوالي 1 انش كان اسمه سوبيريور تمبورال سالكس. السالكس الثاني اسمه ميدل تمبورال سالكس، يقع الميدل تمبورال سالكس بتوين ذا سوبيريور تمبورال سالكس من فوق وسالكس ثاني جاي من تحت بس مش باين لانه على الانفيريور سيرفيس اسمه الانفيريور تمبورال سالكس. السالكس ده اسمه ميدل تمبورال سالكس، اما السالكس الثالث اللي هو الانفيريور تمبورال فما كانش باين ليه لانه داخل تحت في الانفيريور سيرفيس اوف ذا تمبورال لوب. ديت كانت المين سالكاي اند جيراي الموجوده على التمبورال لوب. طيب اذا ده كان السوبيريور لاترال سيرفيس باجزائه، ده الجزء المكشوف اللي كان فيه جزء اخر غير مكشوف، جزء مختفي، جزء مدفون من السوبيريور لاترال سيرفيس كان اسمه الانسولا. ايه حكايه الانسولا ديت؟ دي كانت جزء من السيريبرال كورتكس هيدن يعني مختفيه بداخل اللاترال سالكس اللي كان ماشي بالعرض. امال احنا مش شايفينها ليه؟ لان المناطق من السيريبرال كورتكس اللي حواليها دفناها. امال امتى اشوفها؟ لما اكشف الايدجز اوف ذا لاترال سالكس يعني افتحها عن بعض او اقطعها اعمل قطع. هنلاقي ايه؟ هنلاقي ان الانسولا ديت منطقه من السيريبرال كورتكس مدفونه
في قلب اللاترال سالكس وكان شكلها كونيكال ان شيب. هذه المنطقة الكونيكال ان شيب كان لها ايبكس از دايركتد انفيريورلي ناحية الستم اوف ذا لاترال سالكس. هذه الايبكس اسمها ليمن انسيولي متجهة ناحية الستم اوف ذا لاترال سالكس. هذه الانسولا لها سيريبرال كورتكس المدفونة كان محاطة بسالكس دائري ماشي حواليها زي الدايرة. اسم هذا السالكس سيركيولار سالكس. هذه الانسولا اللي هي السيريبرال كورتكس المدفونة الاذر ارياز اوف سيريبرال كورتكس المحيطة بيها كان بتغطيها with projects above it in the form of بتغطيها in the form of shelves زي الرفوف. يبقى السيريبرال كورتكس اللي حوالين الانسولا بتخش تغطي الانسولا في صورة رفوف او شيلفز يسموها اوبيركولا. هذه الاوبيركولا كان جزء منها اسمه اوربيتال اوبيركولام تبع الفرنتال لوب وجزء تاني كان اسمه فرانتو بارايتال اوبيركولام اما التالت فكان اسمه تيمبرال اوبيركولام. هذه الاوبيركولا هي عبارة عن سيريبرال كورتكس بتغطي الانسولا كالرفوف وسبب ان الانسولا مدفونة في الداخل ان الجروس او الديفلوبمنتال جروس اوف ذا اوبيركولا كان اسرع من الديفلوبمنتال جروس اوف ذا سيريبرال كورتكس اوف انسولا فغطتها ودفنتها بالشكل اللي احنا شايفينه ده. ادي الانسولا هيت وادي الجزء من السيريبرال كورتكس اللي مغطيها ومكون الاوبيركولا. طيب تعالوا نشوف بعد كده السالكاي والجيراي اللي موجودة على الميديال والتنتوريال سيرفيس اوف ذا سيريبرال هيمسفير. ده الميديال سيرفيس. الميديال سيرفيس ايه دليلي اللي اكد لي ان هو ده السيرفيس؟ هو وجود سي شيبد ماس اسمها كوربس كالوزم. هي نوع من انواع الكمشرال فايبرز متجمعه مع بعض وعامله جسم واخد شكل حرف السي. كمشرال فايبرز يعني ايه؟ احنا هنتناولها بالتفصيل في انواع النيرف فايبرز انسايد ذا برين. الكمشرال فايبرز يعني فايبرز ماشيه بالعرض تكروس الميدل لاين وتوصل اريا في هيمسفير بنفس الاريا على الاذر هيمسفير وهي عامله كروس للميدل لاين بتعمل شكل. هم عددهم خمسة كان اكبرهم واشهرهم الكوربس كالوزم اللي هو يعتبر البروميننت اناتوميكال فيتشر ذات كاركترايز ذا بريزنس اوف ذا ميديال سيرفيس. اهم شيء بيميز وجود الميديال سيرفيس. تعالوا نشوف السالكاي والجيراي الموجودة على الميديال سيرفيس. اول سالكس كان اسمه كالوزال سالكس. كالوزال بحرف السي وهو ايضا بحرف السي وبيمشي يحيط تماما بالكوربس كالوزم. هذا السالكس كان يجي ورا الجزء الخلفي من الكوربس كالوزم وينزل داون ووردز وبعد كده هيتجه فوروردز ناحية جزء من البرين اسمه من التمبرالوب اسمه انكس. وفي الحالة ده هي الكالوزال سالكس بيغير اسمه في هذا المكان ويسمي نفسه هيبوكامبال سالكس. ده كان السالكس الاول. السالكس الثاني بيبتدي من تحت الشفة السفلية من الكوربس كالوزم. الشفة السفلية اسمها روسترام. الكوربس كالوزم ده كان له اربع اجزاء. الشفة التحتانية منه اسمها روسترام. كان السالكس الثاني كان اسمه سينجيوليت سالكس وهو بحرف الاس. كان بيبتدي من تحت الروسترام ويمشي فوروردز بعد كده يمشي ابوردز بعد كده يمشي باكوردز لمين؟ فوق الكالوزال سالكس ويكمل ورا ويرجع ينقسم لقسمين اتنين. القسم الاول هيسموه مارجينال سالكس والقسم الثاني هيسموه سبرايتال سالكس. السالكس ده اللي هو السنجيوليت سالكس كان بشكل حرف الاس واحيانا يحبوا يسموه اس شيب سالكس. السالكس اللي بعد كده
اللي هو مجموعة الكالكارين سالكاي. ايه حكايتها دي؟ كالكارين جاي من كالكر، وكالكر اللي هو المنقار بتاع الديك. بيبتدي من تحت الاسبلينيوم اوف كورباس كالوزم، الجزء الخلفي من الكورباس كالوزم اللي على الميديال سيرفس. طبعا بيبتدي السلكس بتاعنا كاستم لواي شيبد سلكس اسمه بري كالكارين. البري كالكارين سلكس ده هيتفرع لفرعين، فرع يمشي ابوردز، ومش هنصدق ان هو مين، هو البرايتو اوكسيبتال سلكس اللي كان موجود اساسا على السوبيرو لاترال سيرفيس. انا قلت من شويه ان البرايتو اوكسيبتال سلكس اللي كان موجود على السوبيرو لاترال سيرفيس بيبتدي الكورس بتاعه من على الميديال سيرفيس as an upward division of the precalcarine sulcus. امال الداون وورد او اللور ديفيجن اسمه ايه؟ اللي هو ده اسمه بوست كالكارين سالكس، البري كالكارين. وامتداده العلوي اللي اسمه برايتو اوكسيبتال، وامتداده السفلي اللي اسمه بوست كالكارين، التلاتة مع بعض بيصنعوا مسالكس على شكل حرف الواي، وهو من اهم ما يميز الميديال سيرفيس. هذا الواي شيبد سالكس مكون من ثلاث اجزاء، استم واسمها بريكالكارين، ثم ابر ليمب هو البارايت اوكسيبتال، ولور ليمب اسمه البوستكالكارين. السالكس اللي بعد كده الموجود على الميديال والتنتوريال سيرفيس او التنتوريال بارت اوف ذا انفيريور سيرفيس اسمه كولاترال سالكس. هيبتدي منين الكولاترال سالكس؟ هيبتدي من عند التمبرال بول ويمشي باكوردز، ثم اعلى، اعلى مين؟ اعلى سلكس اخر اسمه انفيريور تمبرال، او يقولوا عليه اوكسبتو تمبرال. لو نتذكر من شويه في السلكاي الموجوده على التمبرال لوب اوف ذا سوبيرولاترال سيرفيس، قلنا ان في سلكس ثالث مش باين، هو الانفيريور تمبرال اللي اسمه الثاني الاوكسبتو تمبرال. ده قلنا مش باين على السوبيرولاترال سيرفيس لانه موجود على فين؟ على التنتوريال بارت اوف ذا انفيريور سيرفيس. ده كان احد السلكاي اللي كان ماشي موازي للكولاترال سلكس. هي ديت السلكاي الموجوده على الميديال سيرفيس والتنتوريال بارت of the inferior surface of the cerebral hemisphere. طب تعالوا نشوف الجيراي الموجودة على نفس المناطق. ده الكورباس كالوزم، نراجع مع بعضنا تاني. السالكس ده اسمه ايه؟ اسمه الكالوزال سالكس، وامتداده ده اللي هو الهيبوكامبال سالكس. طب السالكس ده اسمه ايه؟ ده اللي هو السنجول سالكس بالفرعين بتوعه، الفرع ده اللي هو المارجينال، والفرع ده اللي هو مين؟ السبرايتال. طب السالكس ده اسمه ايه؟ الواي شيب بأجزاءه الثلاثة، بري كالكارين وفوق برايتو اوكسيبتال وتحت بوست كالكارين. السلكس ده اسمه ايه؟ ده الكولاترال اللي بالتأكيد تحت منه مين؟ اللي تحت منه الانفيريور تمبرال او الاوكسيبتو تمبرال سلكس. طيب السلكاي دي احنا خدنا، تعالوا نشوف الجايراي. اول جايرس يسموه سينجيوليت جايرس. يقع هذا الجايرس بين الكالوزال سلكس من اسفل والسنجيلت سالكس من اعلى. هنجد السالكس الجايرس ده كله يسموه سنجيوليت جايرس. طيب السنجيوليت جايرس ماشي بيحيط بالكالوزال سالكس، يحيط بيه وينزل من ورا منه في منطقه ضيقه اسمها المزنق او المقنق او البرزخ او الاسمس. يبقى الاسمس اللي هو الكونتينيويشن اوف ذا سينجيوليت جايرس، بس في الجزء اللي يقع بيهايند مين؟ بيهايند امتداد الكالوزا اللي هو الهيبوكامبل، بينه وبين البريكالكارين. طيب الاسمس يمتد فوروردز تحت الهيبوكامبل سالكس ويكمل، يبقى اسمه هيبوكامبل جايرس. يبقى اول جايرس قابلني اللي هو السنجوليت، امتداد السنجوليت الاسمس، وامتداد الاسمس الهيبوكامبال جايرس. طيب الجايرس الثاني
يقع امام السنجوليت سالكس ويسموه ميديال فرنتال جايروس، وهو اكبر جايروس موجود على الميديال سيرفيس. السالكس اللي بعد كده اسمه بارا سنترال لوبيول. مين السالكس ده اللي ما كانش موجود قبل كده؟ السالكس ده موجود، ده الجزء الفضولي من السنترال سالكس اللي راح قطع البوردر ده اللي هو اسمه سبير ميديال بوردر، وطل منه مشي مسافة 1 انش ومشي بداخل مين؟ بداخل الميديال سيرفيس. فهذا السالكس هو الامتداد الداخلي للسنترال سالكس اللي كان موجود اساسا على السبير ميديال بوردر، ولو جزء اخر بيطل على مين؟ على صفحة الميديال سيرفيس. الجايروس اللي يقع behind the central sulcus وبين المارجنال بارت اوف ذا سنجوليت سالكس، هذا الجايروس كان كبير شويه، هيسموه بارا سنترال لوبيول، الا انه هناك انذر كوادريت جايروس يقع behind the subparietal behind the marginal، فوق السبرايتال قدام البارات اوكسبتال وتحت السوبيريو ميديال بوردر، يسموا هذا الجايروس المربع بريكيونياس. اما الجايروس الخامس بعد كده اللي كان اسمه الكيونياس اللي بيقع في دلتا الواي شيبد سالكس، يعني اللي يقع بتوين مين؟ بتوين البارات اوكسبتال من قدامه فوق وبين البوستيكال كراين من ورا وتحت، بيسموه الكيونياس. الجايروس السادس اسمه لينجوال جايروس. لينجوال جايروس يشبه الطنج، يقع بتوين البريكال كراين والبوستيكال كراين وفوق الكولاترال سالكس، اسمه لينجوال جايروس. واخيرا الجايروس الاخير بتاعنا اللي بيقع بتوين the collateral and inferior temporal، هذا الجيروس بيسموه fusiform جيروس. هي ديت مجموعة الجيراي اللي موجودة على الميديال and tentorial part of the inferior surface of the cerebral hemisphere.